السلام عليكم البنات، كنتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد، طبق رائع جدا، خفيف وفي نفس الوقت سهل التحضير، يكون الغداء او العشاء. سميتو ايمانسي بولي الا موطارد. كنتمنى انكم تتبعوا معي من الاول حتى الاخر، كيجي رائع جدا. نبداو على بركه الله. كنحتاج هنايا لاداند اللي قطعته انا هكا طريفات، هذا ستيك كيبقى اختياري شحال عندكم وشحال قدرت توفروا. عندي هنايا واحد البصله مشلده رقيقه، عندي هنايا زلافه ديال الروز، عندي هنايا فلفله حمراء اللي قطعتها صغيره بحال هكا، فلفله حلوه اكيد. عندي هنايا لي زيبينار انا عندي ديجا في الكونجيلاتور. عندي هنايا معلقه ديال الزبده، عندي واحد الدرس ديال الثومه، عندي معلقه ديال لاموطارد كبيره، عندي واحد القجده كتبقى على حسب اللي بغيتو نتوما اشمن القجده، انا خديت هذه. وعندي زيت الزيتون. البنات هذا راه الرز كلاصي ماشي الرز العادي. يلا اجيو معايا. كندير زيت الزيتون تقريبا واحد 4 ديال المعالق حتى الخمسة ماشي مشكل، وكنضيف هاد اللدن. لاداند انا قبل دايره ليه ملحه ودايره ليه شويه ديال الخل وشويه ديال الحامض باش ما تبقاش هذاك الزفوريه. صافي، وكنزيد نضيف هذاك الزبده، نخلي هاد اللعبان حتى يطيب. كنزيد نضيف هاد الفلفلة، صافي غادي نخلي هاد الفلفلة وهاد اللعبان يطيبو شوية. أنا درت هنايا واحد الكاسرونة درت فيها الماء كما كتشوفوا، وغندير فيها شويه ديال الملحه، صافي. وغادي ندير الرز يطيب. هنا غادي نزيد هذاك البصله، نخلي كلشي يتشحر مزيان. صافي كما شفتوا غادي نخلي هادشي يتشحر وغادي نزيد عليه البزار. انا نسيت ما قلتلكمش البزار البنات، وغنزيد الملح. صافي غادي نخلي هادشي يتشحر وغادي نزيد الثومه. صافي غنخلي هاد الجوان البنات يطيبو ونرجع لكم. صافي كيفما شفتو انا راه هداك البصلة راه طاس مبقاتش كيما كانت، وفي نفس الوقت هداك لادان طاب هو والفلفلة. كنزيد هداك المعلقة ديال لاموطارد، وكنحرك مزيان. صافي كنبقى نبدا نحرك. بالنسبه لهذا الرز غادي ندير فيه هذاك لي زيبينار وغنخليهم يغليو ويطيبو في نفس الوقت. صافي دابا كنضيف هذاك القنجده، بنات هاد القنجده راه ما غاليش بزاف، ربما انكم يعني تعكزو تقولوا انا ما نديروهاش لان ممكن هاد القنجده تكون غاليه. انا دايره غير شي 7 دراهم. صافي دابا غادي نحرك،
صافي غادي نخلي هاد لاصوص طبخ شويه بما تجمع هاد لاكريم ويطيب لي هذاك الروز ولي زيبانه ونرجع. البنات هانتوما تشوفوا كيفاش ولات هذاك لاكريم راه تجمعات شفتوا. وبالنسبه للروز هانتوما طابت صافي غادي نصفيها وغادي نوجدها في الطبق الكبير. صافي انا خديت هاد الطبسيل هذا اللي نقدر نقدم فيه ودرت هذاك الروز والصابع نخ هنايا هانتوما. صافي وغادي ناخذ وهذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى انه ينال اعجابكم واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.